كيف واحد بيحافظ على الوزن المناسب؟ أول شيء بنصح كل العالم إنه تطلع على الميزان وتاخد وزنها وتعمل المؤشر السمنة تبعها وتعرف شو معناتها وزن مناسب لإلها. إذا ما بتعرف فيها تشتري كتاب لك الوزن حكاية أو يكتبوا لنا على الفيسبوك، نحنا منجاوب الجميع إذا عندهم أسئلة بهالناحية. هلأ إذا وصلوا على الوزن المناسب بدهم أول شغلة يضلهم يطلعوا على الميزان. يعني أنا بنصح كل العالم بعد ما يضعفوا أو حتى إذا ناصحين وعندهم وزن زايد بيخافوا العالم تطلع على الميزان، ما لازم يخافوا، لازم يكون عندهم جرأة يطلعوا على الميزان لينتبهوا. أول شيء إنه إذا وزنك مناسب، لنقول حدا وصل على 60 وبدي يحافظ على 60، إذا أنت كل يومين تطلع على الميزان بتضلك واعي إنه يعني هي صرت 60، صرت 65، صرت هيك، لا لازم لانتبه لخفف أكلي أو شيء. ثاني شيء عطول بدهم يعملوا رياضة، عطول بدهم يتحركوا، يعني إذا بينطلع على الدرج يطلعوا على الدرج، إذا مثلا قاعدين بمكتب ما يستعملوا التليفون تيطلبوا شيء من حدا من رفيقهم، يقوموا يتحركوا ببحر نهار، يضلوا يمشوا. بتعرفي الإنسان بحاجة إنه يمشي 10,000 فشخة بنهار لحتى يكون صحيا وعم يعني صحته منيحة، فلازم يجرب قد ما في يتحرك. لازم كمان يخصص ساعات الرياضة، الرياضة غير الحركة، الرياضة بدك تروحي على نادي، بدك تعرقي لحد غير تيابك، والحركة مش بالضرورة بتكون حركة، انت بنهار حركة. فالأكل المناسب من كتاب صحي وسريع أو على الابليكيشن تبع صحي وسريع ينزلوه على التليفون كمان كتير كتير بيساعدون، يتحركوا كل نهار هيدا قد ما فيهم ويعملوا رياضة، فهدول الأشياء كتير أساسية. هلأ بيجي أوقات حدا عنده مناسبة، حدا عنده عرس، حدا عنده أوكيجن طلع عباله يأكل زيادة، صحتين عقلكم ما صار شيء. تنقول مثلا نحنا عزمنا على عرس وأكلنا كتير اليوم زيادة عن اللزوم، ما فيها شيء، تاني نهار فينا بهالوقت ما نتروق. يعني هي الترويقة كتير مهمة، متى تكون شيء روتيني وكل يوم، بس ساقبت شي نهار ما تروقنا ما حدا حيصير له شيء، خاصة إذا أكلين زيادة كتير قبل بنهار فينا نعود تاني نهار على بكرة إذا حابين نحافظ على وزننا. ما لازم الواحد ياخد وزنه بطريقة عشوائية، يعني إذا أنت بتاخدي وزنك على وقت معين لازم على طول بذات الوقت مستحب يكون أخف شيء في تياب، وإذا كان واحد ببيته يكون كمان تقريبا بدون شيء بيكون أحسن. بعد خروج الإمعاء، يعني إذا عنا روتين واحد إمتى بتظهر معدته أحسن شيء تكون صباحية، وهيك على طول تقارني على ذات الميزان بذات الوقت وبذات الطريقة. ما فيك مثلا اليوم عشية تكوني أكلة شيء فيه كتير ملح مثل السوشي تاخدي وزنك وتاني نهار عبكرة تاخدي وزنك أو بعد 3 أيام عند الصباح ولبسة تيابك، يعني بيأثر كتير على الوزن.